الأول، والبداية ستكون بقطاع الطاقة، حيث ارتفع النفط بمقدار 2% في آخر جلسة له، معززا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أفريل الماضي، مستفيدا بتراجع الدولار وتصريحات سعودية بشأن إجراءات محتملة من أجل استقرار السوق. وفي هذا الصدد سجلت عقود النفط الأمريكي 44.49 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة بدولار، أي ما يعادل 2.30%، فيما سجلت عقود خام برنت زيادة مقدارها 93 سنتا ليستقر سعر البرميل عند 46.97 دولار للبرميل. نبقى دائما بالحديث عن ذات السياق، وبين المد والجزر تتواصل حلقات الانخفاض والارتفاع لأسعار النفط، ليكون هذه المرة اجتماع أوبك بالجزائر محط أنظار كبار مسؤولي الهيئة المتفائلين بإعادة الاستقرار للسوق النفطية، على عكس الخبراء الذين لديهم رأي آخر. التفاصيل في سياق تقرير عاقل حشاد. ككل مرة ما يزال التفاؤل يسبق اجتماعات الأوبك لتخيب الأمال بعد نهايتها، هو حال اجتماع الجزائر المقبل بين المنتجين من داخل وخارج المنظمة تحت غطاء المنتدى الدولي للطاقة. ففي هذا السياق بدأت تتوالى التصريحات المتسمة بلغة الثقة والتفاؤل والتنبؤات الإيجابية. فوزير الطاقة السعودي خالد الفالح تحدث قائلاً: إن منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها سيناقشون الوضع في السوق أثناء الاجتماع الذي سيعقد بالجزائر الشهر المقبل، بما في ذلك أي إجراء محتمل لإعادة الاستقرار إلى الأسواق. من جهته أعرب الوزير القطري محمد بن صالح السادة عن تفاؤل الأوبك لإعادة التوازن قريبا بين العرض والطلب بالرغم من الهبوط الجديد في أسعار النفط قائلاً: إننا نتوقع زيادة في الطلب على النفط في الفصلين الثالث والرابع بفضل انتعاش الاقتصاد في الدول المستهلكة الرئيسية. أما فنزويلا فأكدت على لسان وزير النفط إيلوخيو ديلفينو أن إن دول أوبك وافقت على عقد اجتماع في الجزائر العاصمة شهر سبتمبر المقبل من أجل تحليل مستجدات السوق بعد فترة الصيف لبحث استقرار الأسعار ورفعها مستقبلا. على نقيض هذه التصريحات المتفائلة وحتى بعد ارتفاع البرنت بدعم من تصريح وزير النفط السعودي، إلا أن للخبراء رأي آخر. أنا بالنسبة لي أعتبر هذا اللقاء هو يدخل ضمن المسار التقليدي لفشل كل اللقاءات السابقة، ولن يكون هناك أي توافق على مستوى الأوباب، لأن هناك عقدة أساسية لا يمكن حلها بسهولة، هي العقدة الإيرانية السعودية. محاور اجتماع الجزائر وإن بدت تحمل في طيتها حلول الخروج من الأزمة من خلال بحث إعادة الاستقرار لسوق النفط، إلا أن سيناريو نتائج اللقاءات السابقة يظل الأكثر ترجيحاً. وللحديث أكثر عن الموضوع يلتحق معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول. أهلا بك سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إذا سيدي، يعني كخبير اقتصادي، ما هي قراءتكم لاجتماع أوبك الذي سيعقد في الجزائر ما بين الفترة الممتدة من 26 إلى 28 من سبتمبر المقبل؟ في النقطة الأولى، لوبيب يمثل 33% من التسويق العالمي. نعم. من 33% السعودية أكثر من 30%، وكان زيدوا البلدان الخليج 60%. أنظن باش يكون عنده تعطير إيجابي في المستقبل في اللقاء تاع الجزائر في سبتمبر 2016، لابد يكون اتفاق بين الإيران والعربية السعودية، خاطر شاهدنا في الماضي في شل اللقاء تاع دوحة ما كانش اتفاق بين العربية السعودية وليران. إذا سيد عبد الرحمن مبتول، هل أنت متفائل؟ هل سيكون هذا الاجتماع يعني مغاير للاجتماع السابق؟ نظن واحد يكون واقعي، إلا كان اتفاق بين ليران والعربية السعودية وكذلك بين العربية السعودية وروسيا، خاطر ما نساوش في الأوت 2016 الإنتاج الروسي يعني تقريبا الإنتاج العربية السعودية. نظن واحد يتمع، خطر الآن أنا نشوفه العجز المالية تاع العربية السعودية، تصريحات تاع الوزير الطاقة تاع العربية السعودية يقول لك ربما
نشوفوا كاش نديروا حل في سبتمبر 2016 في الجزائر العاصمه. وما نساوش كذلك 67% يعني التسويق العالمي خرج من بلدان لوبيب، والدخول بالقوه تاع الولايات المتحده. شاهدنا والتلفزه النهار يعني غطات هذا الشريط في هذه حال 10 ايام، الولايات المتحده بدات يعني تصدر في اوروبا. نظن واحد يكون واقعي، حنا نتمناو الجزائر، وتقرير تاع الصندوق النقد الدولي قال الجزائر عندها الامكانيات باش تفوت هذه المرحله. ما نعيشوش في الخيال، لابد نروحوا للاقتصاد المتنوع. التقرير تاع الوكاله العالميه للطاقه هذه حد يومين تقول لك يعني في 2017 يعني ما يكونش يعني تحفيز كبير تاع الطلب تاع المحروقات. جيد، يعني هل سيؤدي هذا الاجتماع يعني الى اتفاق على تقليص الانتاج وذلك لعوده استقرار الاسعار في السوق، خصوصا مع التصريحات الاخيره كما تابعنا في التقرير للزميله عقيله حشاني، يعني تصريحات وزير الطاقه السعودي وكذا القطري وكذا وزير النفط الفنزويلي. كل هذا مرتبط مع المعدل النمو المستقبلي، وخاصة تاع الصين كما تعرف معدل النمو ضعيف، وهذه كانت جر طلب المحروقات. نظن وكذلك التحولات التقوية العالمية الآن يعني في 2020-2030 الولايات المتحدة والأوروبا ماشي تفضل ربما 30% البني على التكنولوجيات الجديدة، والتقرير تاع الكوب 21 في باريس. نظن كل تقريرات العالميه تقول لك ربما الا كان معدل النمو يعني لا باس به يكون بين 50-60 دولار بال 2017-2020. نعم. الى معدل النمو كان ضعيف ربما يكون اقل من 50 دولار. نعم. نظن هذا هو الجزائر لابد تتمشى يعني مع المعطيات الواقعيه. طيب سيد عبد الرحمن متول، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.